في اليوم الثاني من شهر سبتمبر من سنة 1999، تمكن مالك أحد المنازل بمدينة نيويورك من اكتشاف شيء عجيب بقبو منزله. كان السيد قد اشترى المنزل منذ فترة طويلة ولم يقم أبدا بالبحث في القبو من قبل، وفي ذلك اليوم قرر استكشاف ما يوجد هناك، حيث عثر على برميل عند فتحه وجد به شيئا مفاجئا، فاتصل بالشرطة على الفور. فعلى ما كان يحتوي البرميل المتواجد بالقبو، ما المفاجأة الغير متوقعة التي كانت في انتظار رجال الشرطة؟ ومن تكون سيدة البرميل المختفية قبل عقود من الزمن؟ أسئلة وأخرى تحمل الإجابة عنها الدقائق القادمة من فيديو هذا اليوم. ولكن قبل الخوض في التفاصيل، ندعوكم مشاهدين الكرام إلى الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك، وكذلك تفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل ما هو مذهل شيق وغريب. لنتابع أصدقاؤنا، لا تنسوا أننا قد بدأنا في قراءة 5 تعليقات في نهاية كل حلقة. اضغط زر الإعجاب واترك تعليقك، سواء كان رأيا في القصة أو انتقادا بناء، وسوف نجيبك في نهاية الحلقة المقبلة. فلنبدأ. بالعودة إلى بداية القصة، وبطلتها الشابة المسمى رينا ماركين، التي ولدت بدولة سلفادور سنة 1941. كانت طفولة رينا بائسة إلى حد كبير، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي كانت تعيشه الدولة، وهو ما جعل الفقراء أكثر تضررا، حيث كان أغلب سكان الدولة ينظمون هجرات جماعية نحو دول أخرى مثل الهندوراس وبوليفيا ودول أخرى بحثا عن حياة أفضل. بينما بقيت رينا هناك تحاول الكفاح للعيش قبل أن تتعرف على أحد الرجال، وقد قرر الزواج بعد مدة من تعرفهما. رغم أنهما لم يتمكن من إنجاب أطفال، إلا أنه وفي سنة 1966 اكتشفت رينا أن زوجها يخونها، وبعد تلك الصدمة قررت أنه الوقت المناسب لترك سلفادور والبحث عن مكان جديد للعيش. فسافرت رينا ماركين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالضبط إلى مدينة نيويورك، وهي المدينة التي كانت رينا تحلم بزيارتها منذ طفولتها. في البداية تمكنت رينا من الاشتغال كمربية للأطفال الصغار، ورغم أنها كانت توفر بذلك قدرا من المال استطاعت العيش به لأشهر، إلا أنها قررت ترك العمل والتوجه إلى دراسة اللغة الإنجليزية لتحقيق حلم آخر كان يراودها، وهو الاشتغال في مجال الموضة والأزياء. فبدأت بتلقي دروس اللغة الإنجليزية على يد السيدة كاسي أندوردي، والتي كانت من السلفادور أيضا. ثم بمرور الوقت أصبحت رينا وكاسي صديقتان حميميتان، وبعد أشهر من تعلم اللغة تمكنت رينا من العثور على وظيفة بفضل مساعدة صديقتها كاسي، وقد كان ذلك في أحد المصانع. وقد بدأ أنه أخيرا بدأت الحياة تضحك لرينا، كما أنها وخلال تلك الفترة تعرفت على صديق أمريكي والذي وعدها بالزواج، على الرغم من أنها كانت تعلم أنه رجل متزوج ولديه 3 أطفال، فقد وافقت على الزواج منه، كما أنه سبق وأن أخبرها بأنه وزوجته سوف يتطلقان عما قريب، مما يعني أنه ورينا سيستكملان حياتهما معا. كانت صديقتها كاسي تعلم كل شيء عن العلاقة، لأن رينا كانت تخبرها بكل صغيرة وكبيرة إلا شيئا واحدا، وهو الذي لم تكن كاسي تعلمه، وهو المتعلق بهوية صديق رينا أو حتى اسمه. خلال تلك الفترة أيضا كانت رينا تعيش رفقة مجموعة من الفتيات الأخريات في شقة للسكن المشترك. وفي صباح أحد الأيام استيقظت رينا على ألم في بطنها، فقررت الذهاب إلى الطبيب للاستعلام عن الأمر، حيث كانت المفاجأة حين علمت رينا من خلال الفحص الذي قامت به على أنها حامل. فرحت الشابة كثيرا، وقررت أن أول شخص يجب أن يعلم عن الأمر هو والد الطفل، أي صديقها، وبالفعل قامت بإخباره. وبحسب إفادة كاسي صديقة رينا، فإن الأخيرة قد أخبرتها بالذي حدث عندما أخبرت صديقها على أنها حامل، حيث أخبرتها بأنه قد تجمد في مكانه دون حراك لمدة من حوالي الصدمة.
بعد مدة قصيرة بدأت بطن رينا تبرز بشكل متزايد، وكانت تخاف من أن تعلم إحدى صديقاتها التي يشاركنها السكن، فقام بالاتصال بصديقها ليحل المشكلة، الذي وبدوره قام بشراء شقة لرينا بأحد الأحياء المتوسطة لكي تعيش بها. وبمرور الوقت أصبحت رينا في شهرها التاسع من الحمل وعلى مقربة من الولادة. خلال تلك الفترة بدأت زيارات صديقها تقل عما سبق، فأدركت الشابة أن هنالك شيء غريب يحدث ولربما يريد التلاعب بها. فلحد الساعة لم يقم بالطلاق من زوجته، كما لم يقم بطلب يدها للزواج. حينها قررت رينا الاتصال بزوجة صديقها لتخبرها أنها حامل من زوجها. وبعد أن علم الرجل أن الخبر قد وصل إلى زوجته، فقد اتصل على الفور برينا وهددها بالقتل لأنها فعلت شيئا غبيا حسب رأيه. بعد إقفال الخط كانت رينا مرتبكة جدا مما فعلته، حيث قامت بالاتصال بدورها بصديقتها المقربة كاسي وأخبرتها عن كل شيء حدث، كما أخبرتها أن صديقها قد هددها بالقتل. هنا أخبرتها كاسي بأنها ستقدم لزيارتها في الحال. وبعد نصف ساعة وصلت بالفعل كاسي إلى شقة رينا، لكنها لم تجدها هناك رغم أنها كانت تعرف أنها ستقوم بزيارتها. فقررت كاسي انتظار عودتها، وبمرور الساعات لم تعد رينا إلى المنزل، كما بقيت كاسي حتى الصباح التالي هناك ولكن صديقتها لم يظهر لها أي أثر. حينها أدركت كاسي أن هنالك شيء ما غير مفهوم، فقامت وبسرعة بإعلام السلطات المحلية عن اختفاء صديقتها رينا. تم التحقيق مع كاسي في الأمر باعتبارها المبلغة عن الاختفاء، ولكن وخلال بداية التحقيق تم سؤال كاسي عما تعلمه عن رينا صديقتها المختفية. فأول ما قالته هو أنها مهاجرة من السلفادور إلى الولايات المتحدة الأمريكية. تقول كاسي أنه في تلك اللحظة لم تعلم ما الذي جرى، حيث تغيرت أجواء قاعة التحقيقات، وفجأة طلب منها أحد الضباط هناك الخروج وأكمل أنهم سيقومون بإعلامها بأي شيء مستجد في القضية. في تلك الأثناء لم تعطي الشرطة المحلية الاهتمام الكبير للقضية باعتبار المبحوث عنها لم تكن تحمل للجنسية الأمريكية، وقد وضعوا احتمال أن تكون قد عادت إلى بلدها. وتم التستر عن الأمر وإقفال ملف القضية دون البحث عن المختفية أو التحقيق في القضية. كما أن والدة رينا أحست بشيء غريب وسلك عندما لاحظت أن الرسائل التي كانت تصلها بانتظام من ابنتها لم تعد تصلها، فقامت بالتواصل مع كاسي لمعرفة أخبار رينا. فأخبرتها الأخيرة أن رينا قد اختفت منذ أيام عديدة وما زالت الشرطة تبحث عنها. وبمرور الوقت وعدم إيجاد رينا تم إقفال القضية من طرف السلطات، في حين لم تستسلم كل من كاسي ووالدة رينا وقررت الاستمرار في البحث عن المختفية، إلى أن جاء تاريخ الثاني من شهر ديسمبر كانون الأول من سنة 1999، أي بعد ما يقارب 30 سنة من اختفاء رينا، حين كان مالك لمنزل بأحد ضواحي مدينة نيويورك، والمدعو رونالد كون الذي كان يقوم بتنظيف المنزل لأنه كان يريد بيعه، ومن بين المناطق التي كان ينظفها القبو، حيث وبنزوله إلى هناك بدأ في التنظيف ورأى برميلا أخضرا هناك والذي اعتاد على رؤيته بشكل دائم، ولكنه لم يسبق له أن حركه من قبل. ولكن وبسبب أنه يريد تسليم المنزل إلى المالك الجديد، فقد قرر تحريكه لأول مرة ومنذ سنوات. لم يستطع رونالد حمل البرميل لأنه كان ثقيلا جدا، فاستمر في دحرجته إلى أن وضعه خارجا بالقرب من مطرح النفايات مع باقي الأغراض التي يريد التخلص منها، في انتظار قدوم عمال النظافة لكي يأخذوه إلى مكب النفايات. وفي صباح اليوم التالي، وبينما كان السيد رونالد يطل من نافذة منزله، فقد تفاجأ بأن البرميل الأخضر لا زال هناك ولم يأخذه عمال النظافة. بعد خروجه من المنزل توجه إلى هناك، حيث وجد ورقة موضوعة فوق البرميل والتي تركها له أحد العمال، وجاء فيها أنهم حاولوا حمل البرميل لكنه كان ثقيلا، كما أن نوعيته تشير إلى أنه يحتوي على نوع من المواد الكيماوية، كما أنه لا يسمح لهم بأخذ أي شيء له علاقة بالمواد الكيماوية. ظل البرميل في مكانه على مدى أيام عديدة دون أن يأخذه أحد. وبمرور تلك المدة فقد قرر رونالد أنه إذا قام بفتح البرميل وإخراج ما فيه سيصبح خفيفا
وسيتمكن عمال النظافة أخيرا أخذه، وهو ما حدث بالفعل حين اشترى رونالد أدوات مثل مطرقة ومفك وبدأ بفتح البرميل. في البداية وبعد فتحه لجزء صغير منه، فقد اشتم رونالد رائحة كريهة أشبه بالمواد الكيماوية، وقد كانت الرائحة كريهة للغاية. ورغم ذلك فقد استمر في فتحه، وعندما انتهى وجد أن هنالك نوع من الكرات البلاستيكية التي تغطي سطح البرميل. فهل كان البرميل بالفعل يحتوي على مواد كيماوية فقط؟ أم أن هناك شيء آخر لم يكتشفه الرجل من الوهلة الأولى؟ وكيف وصل البرميل إلى قبو ذلك المنزل؟ هذا ما سنكتشفه خلال الجزء الثاني من هذه القصة. لذا تفضلوا مشاهدينا الأعزاء بمتابعة القادم من الفيديوهات على قناة وقائع، وشكرا. وفيما يلي مشاهدينا الكرام وتحت طلبكم ووفاء بالوعد، ندرج لخمس تعليق وردت خلال الحلقة السابقة. بومو اف ام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير. الاسم تركي، متابعوك من المملكة العربية السعودية توني. تعرفت على قناتك واعجبتني، ومشترك جديد ولايك جديد، مع السلامة. A9RV، ما شاء الله تبارك الله، صوت حلو، المونتاج حلو، الفيديوهات حلو، استمر نحن معك. حسن دريري، شوف أول حلقة أشوفها للقناة، لكن حاجة روعة فعلا، بالتوفيق إن شاء الله توصل لأكثر من 5000 متابعة. ميرا محمد، أجمل شيء صوتك، بارك الله فيك يا أخي، استمر، أرجو منك قراءة تعليقي. أخوك مصر الكابتن محمد من دسوق محافظة كفر الشيخ مصر، 9004681101. أحبك في الله. في انتظار تعليقاتكم الجميلة وانتقاداتكم البناءة، نودعكم مشاهدين الأعزاء، على أمل اللقاء بكم في فيديو قادم مع قصة واقعية مثيرة وغريبة، في أمان الله. مشاهدين الأعزاء، يسرنا إخباركم أننا قد قمنا بإنشاء صفحة على موقع الفيسبوك لقناة وقائع، والتي تجدون رابطها في صندوق الوصف. نعدكم من خلالها بتقديم قصص ذات محتوى شيق ممتع كما عودناكم دائما. لهذا يشرفنا انضمامكم لنا والإعجاب بالصفحة. دمتم في رعاية الله. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.